في التحليلية: الحكومة الإسرائيلية الحالية تفشل كما سابقاتها في بلورة استراتيجية واضحة في المجالين الأمني والعسكري. أين مكمن الخلل؟ عدد المعتقلين المفرج عنهم وفق المبادرة الرئاسية المصرية يرتفع. أي علاقة بين الخطوة والاستعداد للحوار الوطني؟ بيان حزب الله حول مجزرة إهدن: تضامن طبيعي مع الحليف سليمان فرنجية ورسالة للقوات اللبنانية. ما هي؟ وفي قضية اليوم: ماكرون يقول إن بلاده دخلت اقتصاد الحرب، هل هو حال معظم الدول الأوروبية وكيف تستفيد منه واشنطن؟ وما هو اقتصاد الحرب وتداعياته على ازدهار الدول؟ التحليلية تأتيكم يومياً الساعة 6 مساءً بتوقيت القدس الشريف.